موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ويقول
مساء الخير لكل الموجودين معنا. بعرف إذا دكتور أنور أرطيع صار جاهز تنبلش المحاضرة لليوم. دكتور نور الدين أرطيع معنا موجود. مساء الخير دكتور نور. مساء الخير دكتورة هنا. بدي أطلب من حضرتك قبل ما أعرفيك وقبل ما أبلش الدورة، يا ريت تجرب الشير للدوكيومون اللي محضره على السكرين اوكي. فيعطوكم بيرميشن من البداية. وتحية لدكتور كريم اللي هو معنا اليوم، عم يهتم باللجنة التنظيمية للأشياء الكمبيوتر والاتصال. شكراً دكتور كريم عايش معنا على جهودك على طول. هذول الأمور كلها اليوم نحن بلبنان بسبب رداءة الطقس كتير الكونكشن عم بتروح وتجي، إن شاء الله أنا أقدر أكمل معكم الدورة للآخر. أنا بدي رحب بكل اللي موجودين اللي عم يحضرونا من كل المناطق العربية، وبدي أقول الحمد لله على السلامة لكل الشعب العربي اللي اليوم حس بهزة صحيح امبارح دكتورة، الصبح. صحيح صحيح دكتورة، وهي عن فرصة جد لكي نبلغ التعازي للأسر العربية في سوريا وأيضا في تركيا، فلقد تابعنا الأخبار ونحن صحيح جد حزينين لما وقع، زلزال جد يعني عنيف وقع في المنطقة. الله يحفظ الجميع. صحيح وأخرجت الأرض أثقالها، الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله ما بقى منشوف إلا الخير. بداية بدي أطلب كمان من دكتور نور يكون جاهز. نحن رح نبتدي الدورة لليوم. دكتور نور أرطيع حاصل على دكتوراه في العلوم التربوية من الرباط المغرب، باحث في الأمور التربوية، حاصل على شهادة ماستر في التنشيط الثقافي والإبداع الفني، وله العديد من الإنجازات العلمية والمنشورات في حقل التربية والعلوم الاجتماعية. إنه قامة عربية نفتخر بها، وشكرا لأنك موجود معنا اليوم. رح نبدأ معك، تفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا من واجبنا أن نقدم العزاء لضحايا الزلزال سواء في سوريا أو في تركيا، ونترحم على ضحايا هذه المأساة. ثانيا ينبغي أن أقدم الشكر الجزيل للمركز الديمقراطي العربي على إتاحته الفرصة لتقديم هذه الدورة التدريبية. وحينما أتحدث عن المركز الديمقراطي العربي فينبغي استحضار 3 أسماء: الاسم الأول رئيس المركز دكتور عمار، ثانيا لدينا سيدة التواصل بامتياز الدكتورة هنا، ثم الأستاذ كريم على سهرهم لتنظيم الجيد لهذه الدورة التدريبية. كما أرحب بالحضور الكريم من كل المشارب والأمصار لحضورهم لهذه الدورة التدريبية التي أتمنى وأرجو أن تكون في تطلعاتهم وتحقق أفق انتظارهم. هذه الدورة التدريبية هي جمع بين أمرين اثنين، ولذلك كان من الضروري تسميتها بهذا العنوان الذي هو من الذكاءات المتعددة إلى الذكاء الاصطناعي، أو من الإنسان إلى الآلة. سنشرح كيف تم هذا الانتقال، وما هي أضراره إذا كانت، وما هي نوافعه إذا توفرت. هذا الانتقال قلنا ليس عملية سهلة، وإنما ينبغي معالجتها، سأعالجها من منظور اجتماعي تربوي بالدرجة الأولى بنظرا للتخصص الذي أشتغل فيه وبه. إذا تقديم هذه المداخلة سيركز، قلنا، على محاور تقسم إلى قسمين: المحور الأول فيه تقديم، ثم سياق الذكاءات المتعددة كيف ظهر هذا المفهوم، ثم البنية المفاهيمية المؤثرة لهذا البحث، وكذلك علاقة البيداغوجيا أو ديداكتيك بالذكاء، وبعدها الذكاء المتعدد، ثم
تأسيس نظرية الذكاءات المتعددة، كيف تأسست هذه النظرية، ثم وأنواع الذكاءات المتعددة التي صاغها صاحب هذه النظرية، ثم الذكاءات المتعددة والفضاء المدرسي بكونها هي المركز الذي يتم من خلاله إظهار هذه الذكاءات. ثم بعد ذلك يأتي المحور الثاني والخاص بالذكاء الاصطناعي، سنعالجه من حيث المفهوم ثم سياقه التاريخي، وبعد ذلك الأساسيات التي يقوم عليها هذا الذكاء الاصطناعي. ثم هذا الذكاء لم يقم أو لم يكن حبيس مرحلة معينة، وإنما هو تطور، وسنتحدث عن مجموعة من العناصر المستجدة ومجالات الاشتغال التي يشتغل أو يتمركز فيها هذا الذكاء الاصطناعي. ثم تعلم الذات الآلي، وهو الذي نتج لنا مجموعة من الروبوتات مثلا، أو مجموعة من المواقع الإلكترونية الآن التي أصبحت أحد أو التي أحدثت ضجة في مجال قلنا الذكاء الاصطناعي. ثم التحديات التي يفرضها هذا الذكاء الاصطناعي على المجتمعات، على الأفراد بكثرة. دكتور نور، لو سمحت، نحن مش شايفين البرزنتيشن. إذا أنت عم تعمل أي برزنتيشن قدامك للباوربوينت، نحن مش شايفينه. إذا ممكن بس ترجع تعمل شير للسكرين لنكون نحن قادرين نشوف. إيه حاليا؟ أوكي، الآن إيه تفضل. شكرا. إذا قلنا سنبدأ بالتقديم، وهذا التقديم ينبغي إسقاطه على مجموعة من المجالات. العالم الآن أضحى يسير وفق 3 مسارات مختلفة، سواء من حيث الأهداف والغايات التي يسعى إليه أو إليها كل عالم، ثم حتى المسائل أو الوسائل التي يتم اعتمادها لتحقيق تلك الأهداف، وهي التي تجعل العالم يعرف تراتبيات بين دول متخلفة، ثم هنالك دول سائرة في طريق النمو، ثم الدول المتقدمة. وهذا الأمر يفسر أو يعلل في مدى استثمار هذه الدول في الإنسان من خلال حقل معرفي، وهو حقل التربية والتعليم. لذلك نجد الدول القائمة على استهلاك النظرية التربوية هي دول تكون في أسفل ترتيب هذه الدول، وأخرى تعمل على إنتاج تلك النظريات وتعمل على تطبيقها، بمعنى أنها تستهلك فقط، وهنالك إنتاج وتنزيل لهذه النظريات انطلاقا مما يعيشه الفرد داخل مجتمعها. ثم لدينا الانتقال من النظرية الإنسانية إلى الآلية، بمعنى أن هنالك انتقال، لم يعد نقتصر أو نستثمر في الإنسان، وإنما نسخر الآلة، نستثمر في الآلة لتخدم الإنسان. وهذا الأمر يطرح لنا إشكالاً، وهو أن هل هذا الاستثمار سيكون فعالاً أم لن يكون. ثم سياق هذه الدورة التدريبية، هو السياق الأول الرغبة في تكوين حقل تربوي تعليمي فعال في المجتمعات العربية، ثم أنه ينبغي تكون هنالك دعوة إلى تغيير وظائف وأدوار أطراف العملية التعليمية التعلمية والتربوية، نقصد هنا المدرس المتعلم نفسه، ثم المعرفة التي نقدمها للمتعلمين. ينبغي أن يعلم الحضور الكريم بأن 65% من المعارف التي تقدم الآن لن تصلح للمتعلم مستقبلا. كل الوظائف الموجودة، أغلب الوظائف الموجودة حاليا، التلميذ الموجود في السلك الابتدائي حاليا لن يجد لها مكانا، وإنما ستكون هنالك وظائف جديدة، بمعنى أن المعارف التي تقدم الآن ليست صالحة للمستقبل. وحينما يكون هنالك حقل تربوي عربي فعال، فذلك سيسمح لنا دخول غمار المنافسة على مجموعة من الأصعدة، ثم هذه المنافسة تتحقق بمجموعة من المعايير أو أولاها. أن نتحدث عن الإنتاجية، هل المجتمعات العربية الآن تنتج؟ هل المدرسة العربية الآن منتجة أم أنها فقط مستهلكة؟ ثم لدينا الإكراهات الموجودة حاليا. أولى الإكراهات لدينا إكراهات المعرفة، الإكراهات الاقتصادية، ثم الإكراهات الخاصة بالتكنولوجيا. فهل وفق هذا المنظور أن المدرسة العربية قادرة على أن تواجه هذه الإكراهات والتحديات؟ البنية المفاهيمية، البحث كله قام على 3 مفاهيم. لدينا مفهوم الذكاء، وهذا المفهوم له مجموعة من التعاريف الكثيرة جدا، فهو القدرة الفرد على القيام بعملية التفكير المجرد، بمعنى الانتقال من الملموس والمحسوس إلى المجرد، قدرته على فهم
وقدرته على التعلم أن يمارس فعلا تعليميا، قدرته على التفاعل مع المواقف والمشاكل الحياتية اليومية، قدرة الفرد كذلك على توظيف الخبرات السابقة واستثمارها في حل المشكلات، ثم هذه المشكلات وحلها يتم التنبؤ من خلالها بالمشكلات المستقبلية بناء على تلك السابقة. الذكاء أيضا يعرف على أنه مستوى كفاءة الفرد الفكرية والمكونة كما صاغها ألفريد بنيه في أربع. لدينا المهارة الأولى، هنالك الفهم، ثم الابتكار، ثم النقد، ثم القدرة أو الفعل. ثم لدينا المفهوم الثاني وهو الذكاءات المتعددة، وهو مفهوم صاغه هاول، وهو هي عبارة عن نظرية تنطلق من كون الذكاء ليس واحدا وإنما هو متعدد له مجموعة من الأوجه. والذكاء هنا ليس درجته هي الأهم، بل نوعية الذكاء الذي يكون لدى الفرد. ثم لدينا مفهوم الذكاء الاصطناعي، والذي يرمز إلى القدرة على التفكير الفائق لتحليل البيانات، والآلة هي التي تنفذ، هي التي تعمل محل أو مكان الإنسان. حينما نتحدث عن الذكاء نستحضر الجانب البيداغوجي والديداكتيكي حين كفعل ممارس، فإن هذه العلاقة الموجودة بين هذين العنصرين تحضر في مستويين اثنين. المستوى الأول، أن علماء النفس ورجال التربية آنذاك في مرحلتهم الأولى أكدوا بأن الذكاء ينبغي أن يغير بيداغوجيات المدرسة، وهذا سيسهل عملية كشف الصعوبات والعوائق وشروط الإنتاجية للفعل التعليمي. ثم جاء بعدها مستوى آخر أو دعوة أخرى جعلت من الذكاء هو موضوع اختبار، إلى كونه قدرة إنتاجية وابتكارية واقتراحية للحلول القائمة لدى المتعلم. بمعنى، هل للمتعلم قدرة على ابتكار واقتراح حلول لمجموعة من المشكلات التي يواجهها، إن في سياقه المحدود في المدرسة أو في سياقه المجتمعي أو في المحيط الذي يوجد فيه؟ إذن هنا علاقة الذكاء بالبيداغوجية مرت بمرحلة تأثير وتأثر، ثم من الانتقال من تكييف الذكاء مع النظام التعليمي إلى تكييف النظام التعليمي مع الذكاء، وهاتين المرحلتين ظلت مجموعة من التطورات الحاصلة في المجتمعات مؤثرة على طرفي هذه العلاقة سواء بالسلب أو الإيجاب. بمعنى، لم نتمكن رغم هذه السياق كلها أن نصل إلى المستوى الذي كانت تطمح إليه المؤسسات التعليمية والعربية بشكل عام. مقياس أو مستويات قياس الذكاء هي تختلف، هنالك الموهبة المتفوقة والآي كيو الخاص بها، أو قياس الذكاء سينبغي أن يكون أكثر من 160 في المعدل النهائي. ثم هنالك درجات متفاوتة من الموهبة الفكرية بين 130 و160، ثم إلى أن نصل إلى آخر نسبة وهي أقل من 50% أو معدل 50 كذكاء منخفض. وهنا أشير إلى مسألة، أن الكثير من أولياء الأمور أو المدرسين يعملون على وصف المتعلم بالغبي أو بأنه شخص بعيد عن الذكاء، وهو أمر غير مرفوض وفق ما جاء به سواء ألفريد بنيه أو جاردنر فيما يخص الذكاءات المتعددة، وهذا ما يحط من عزيمة المتعلم أو الفرد داخل الأسرة أو المؤسسة التعليمية. لذلك مسألة النعوت السلبية داخل المؤسسة التعليمية أو داخل الفضاء الأسري يؤثر سلبا على الطفل وعلى مستوى التعليمي والاجتماعي. ثم تأتي بعد ذلك نظرية الذكاءات المتعددة التي تشكلت سنة 79 1900، حينما طلبت مؤسسة هولندية برنار مالير من جامعة هارفارد البحث عن رصد وتقييم وضعية المعارف العلمية المرتبطة بالإمكانات الذهنية للإنسان. وكان هاورد جاردنر هو الذي اشتغل على هذا البحث، ووصل إلى هنالك قدرات رمزية لدى الأطفال سواء كانوا عاديين أو موهوبين. هذه الأعمال أو هذا البحث أكد من خلاله أن هنالك كفايات ذهنية تتميز بالاستقلالية النسبية بين الأفراد، والتي سماها في البداية بالذكاءات الإنسانية، ثم تحولت فيما بعد إلى ما يسمى بالذكاءات المتعددة. هذه الذكاءات قلنا أصلا في البداية بأن ليس هنالك ذكاء ثابتا، أو أن الذكاء ليس مفهوما ثابتا أو جامدا. فذكاء الفرد لا تحدده الوراثة أو يقاس من خلال اختبارات الذكاء، هذا النقل الذي وجهه جاردنر إلى مفهوم الذكاء لدى ألفريد بينيه.
وإنما هو مجموعة من الكفاءات الذهنية التي تزداد باستمرار وتتغير خلال مراحل حياة الفرد، بمعنى قياس الذكاء لدى الطفل في عمره السنوات الأولى ليس هو نفسه حينما يصل إلى مرحلة 13 أو 14 من عمره، وكذلك في مراحل متقدمة. تعلم الذكاء وتعليمه وتنميته أمر ممكن، لأن قدرات الذكاء لها قاعدة عصبية ذهنية، وأي من هذه القدرات قابلة للتطور والنمو في أي مرحلة من المراحل، بمعنى لا يمكن الحسم بأن نقول بأن ذكاء الشخص أو الطفل مثلا يقف في مرحلة من المراحل إلا إذا تعرض لمجموعة من الأخطار أو الإصابات مثلا. ما دون ذلك فمسألة الذكاء يمكن أن تتطور، يمكن العمل على تطويرها وتنميتها بشكل كبير جدا في أي مرحلة من المراحل العمرية للطفل. هذه الأنواع في البداية كانت أنواع الذكاءات متعددة 7، ثم بعدها عمل غاردنر على تطويرها وتحولت إلى 9. كانت له اقتراح آخر أن كانت هنالك 8، وقال أن بعض العلماء انطلاقا من شخصية تحليله لشخصية تشارلز داروين مثلا وليني وكوفي أضاف ما يسمى بالذكاء الطبيعي، وهذه الأنواع كما تجدونها في جميع الكتب الخاصة بالذكاء المتعددة. لدينا الذكاء اللغوي، الذكاء الموسيقي، المنطق الرياضي، ثم الفضائي أو ما يسمى بالمكاني البصري، ثم لدينا أيضا الذكاء الجسمي الحركي، الذكاء الذاتي التفاعلي الطبيعي، ثم الوجودي، وقلنا الطبيعي هو آخر الذكاءات التي صاغها غاردنر. وهذه الخطاطة تبين تعريف كل ذكاء. لدينا الذكاء اللغوي مثلا هو القدرة على استعمال اللغة والحساسية للكلمات، وهي التي تسمح للمتعلم بأن ينتج اللغة والإحساس بها بالفرق بين الكلمات من حيث الترتيب من حيث الإيقاع. لدينا الذكاء الرياضي المنطقي هو قدرة الشخصية على التفكير المجرد وحل المشكلات، وما إلى ذلك من الذكاءات الموجودة 9 التي صاغها غاردنر. تعليميا الآن حينما نتحدث عن الذكاءات المتعددة فنتحدث عن الأنشطة التي ينبغي أن يمارسها المتعلم، ثم الوسائل التي يمكن اعتمادها لتطوير هذا الذكاء داخل المؤسسة التعليمية، ثم الاستراتيجيات التي ينبغي اعتمادها في كل مرحلة من المراحل. لدينا مثلا في الذكاء اللغوي من الأنشطة البيداغوجية الديداكتيكية التي يمكن أن يعمد إليها المدرس لتطوير الذكاء اللغوي لدى المتعلم. لدينا العروض، مثلا أن يطلب منه أن ينجز عرضا حول موضوع ما، بمعنى أنه يسمح له بالحديث باستعمال اللغة بتوظيفها بشكل كبير. ثم المناقشات أو الحوار داخل الفصل الدراسي، إما بينه وبين المدرس أو بينه وبين أقرانه وزملائه داخل القسم. ثم لدينا الألعاب اللغوية، اعتماد السرد مثلا، الكتابة وتحرير المذكرة. من الوسائل التي ينبغي اعتمادها في هذا الجانب، لدينا أشرطة سمعية بأن يأتيهم المدرس بشريط ثم يطلب من المتعلمين سماع ما جاء في ذلك الشريط ثم إعادته أو نقل الفكرة وتقديم الفكرة بصيغ أخرى. اعتماد الحواسب للرقن وللكتابة، أن يبدع المتعلم قصة مثلا عبر رقنها في الحاسوب. وهذه الاستراتيجية أو هذه الأنشطة لها استراتيجيات، من بينها القراءة، الإنصات، ثم الكتابة والحديث والنقاش داخل القسم. ثم الذكاء المنطقي الرياضي مثلا، هذا الذكاء يقوم على أن تجري تجارب علمية أمام المتعلم، أن يقوم بتجربة، أن يلامس تجربة، أن يقوم بعمليات حسابية وذهنية، وهذا الأمر لن يتأتى له إلا بما يسمى بتفكير نقدي، وهو يمكن أن يجمع كل هذه الذكاءات. ومن الوسائل أيضا لدينا، إذا كان الذكاء اللغوي يقوم على الألعاب اللغوية، ثم لدينا في الذكاء الرياضي المنطقي الألعاب الرياضية والوسائل العلمية يجدها موجودة في المختبر. والاستراتيجيات التي يقوم عليها هذا الذكاء بناء للمفاهيم، لدينا العد، لدينا التكميم، لدينا النقد، إذن كلها وسائل أو استراتيجيات تسمح بأن يعمل المتعلم على تطوير ذكائه المنطقي الرياضي.
سأمر مثلا إلى ذكاء آخر وهو ذكاء الموسيقي مثلا، موسيقى مصاحبة، أن تكون دائما حينما يتعلم المدرس أو المتعلم أن تكون من الأنشطة التعلم، أو أغاني تثقيفية تهذيبية تطوير معارفه انطلاقا من سماع الموسيقى. من الأدوات آلات التسجيل مثلا، أشرطة موسيقية، آلات موسيقية، ومن استراتيجية هذه المرحلة وهذا الذكاء أن يكون لدينا الغناء مثلا، أحول مضمون تعليمي مثلا إلى موسيقى، إلى يسمح للمتعلمين بغنائه، قاعدة لغوية مثلا أعمد إلى غنائها، أن أعتمد آلات موسيقية، أن يكون هنالك استماع لتنمية الحس الموسيقي لدى المتعلم. سأنتقل إلى الذكاء مثلا الذاتي مثلا، وهو التعلم الفردي، أن المتعلم حينما يريد أن يتعلم أو يمارس فعل التعلم ينبغي أن يكون لوحده، أن يكون مستقلا، وهذا إثبات لقيمة الذات ومكانتها. ثم لتتحقق هذه القاعدة ينبغي للمدرس مذكرات ووسائل إنجاز من الاستراتيجيات ربط الذات بحياتها الشخصية، ثم تجسيد اختيارات شخصية بالنسبة للمتعلم. هنا أشير إلى مسألة مهمة جدا، كثير من أولياء الأمور أو المدرسون يشتكون من أن التلميذ الفلاني أو المتعلم الفلاني مشاغب مثلا، أو أنه لا يريد الاشتغال، لا يريد الاجتهاد. المسألة بسيطة جدا، وهي أن ذكاءه لا يتناسب مع الوضعية التي يوجد فيها داخل القسم. قد يكون تعلمه ذاتيا، وأنا كأستاذ أفرض عليه مثلا أن يكون ضمن جماعة، فالمجهود هنا لن يكون بنفس المستوى، أو الحصيلة لن تكون بنفس المستوى. لدينا تلميذ يشتغل بمنطقة ذكاء منطق رياضي مثلا، وأفرض عليه أن يستمع مثلا إلى الموسيقى، إلى آلات موسيقية واستعمالها من خلال أو الغناء مثلا، وهو يفضل أن يكون كل ما يتعلمه انطلاقا من التجربة، من الإقناع، من التفكير النقدي. لذلك ما ينصح به سواء من قبل أولياء الأمور أو من قبل المدرسين القيام بإجراء اختبار مرتبط، وهو اختبارات كثيرة خاصة بالذكاء المتعدد، تسمح له بمعرفة المتعلم أي ذكاء ينبغي القيام، أي ذكاء مثلا طاغ لدى هذا التلميذ مثلا، وما هي الوسائل أو الاستراتيجيات أو الأنشطة المناسبة له، وهنا ستتحقق الفعالية بشكل كبير. ثم لدينا عنصر موالي، وهو أن الذكاءات المتعددة والفضاء المدرسي. حينما نتحدث عن الذكاءات المتعددة فهي ليست فقط أفعالا، وإنما ينبغي أن يكون الفضاء المدرسي هو الآخر مساعدا ومساهما لتنمية هذه الوسائل، بمعنى أن كل البيداغوجيات مهما كانت متطورة، مهما كانت جديدة على الحقل التربوي، فإنها لن تبلغ مداها ما لم يكن هنالك فضاءات تصرف فيها آليات اشتغال وتنمية الذكاءات لدى المتعلم. وبالتالي عمدنا إلى وضع أو تقدير صورة شاملة لهذه الذكاءات والفضاء الخاص بها حسب كل ذكاء داخل المؤسسة التعليمية. مثلا لدينا الذكاء اللغوي، فضاؤه التعليمي الخزانة مثلا، أو المكتبات أو قاعات الإعلاميات، وينبغي أن نجد فيها كتبا، أوراقا، آلات الكتابة والطبع والنسخ، ثم المجلات والصحف. المنطق الرياضي مكانه هو المختبرات العلمية، ثم أدواته أدوات الملاحظة، القياس، ثم التجريب والبرامج العلمية المساعدة على ذلك للاطلاع على التجارب التي تم القيام بها في مجال من المجالات. مثلا لدينا الذكاء التفاعلي، أن تكون ساحة المؤسسة مثلا قاعات الندوات أو المسرح، أن تكون هنالك مجلة مدرسية أو إذاعة مدرسية، أن يتفاعل مع مجالس المؤسسة، أن يكون حاضرا، أن أقدم له مجموعة من الأمور تجعله يظهر بأنه كائن يبرز تفاعله وقيمته كشخص. لدينا التفاعل الذاتي، الخزانة دائما، لدينا الحاسوب، الكتب، كل الوسائل التي تجعله يكون ذاتيا أو يبرز ذاته
كشخص الذكاء الطبيعي لدينا الهواء الطلق الحدائق المؤسسة والحدائق الموجودة في المؤسسة المختبر مواد البستنة كتب خاصة بالطبيعة زيارات ميدانية والتي يمكن الآن القيام بزيارات افتراضية عبر الذكاء الاصطناعي الذي سنراه فيما بعد. في خصوص أو فيما يخص الجزء الأول المحور الأول، نظرية الذكاءات المتعددة هي طفرة أحدثت مجموعة من التغييرات في منظومة التربوية العالمية، حيث مكنت من معرفة حقيقة المتعلمين، وهو الإشكال الذي ما زال عائقا أمام تطور المدارس العربية، أن لم نعرف بعد حقيقة من ندرس وسبل التعامل معهم. هذه النظرية أحدثت منذ ظهورها وتطبيقها في العديد من الأنظمة التربوية تغييرا كثيرا، حبب المدرسة إلى المتعلمين وجعلتهم يحققون ذواتهم خلال ممارسة مختلف الأنشطة التي تتفق واهتماماتهم وأساليب تعليمهم وتعلمهم، بمعنى أن النشاط الذي يقدم داخل المؤسسة التعليمية ينبغي أن يكون في اهتمام أو في صلب اهتمام المتعلم، وليس أن المعرفة هي التي تفرض هذا النشاط. بعد الانتهاء من هذا المحور سنمر إلى المحور الثاني وهو الذكاء الاصطناعي. انطلاقا من هذه الخارطة تلاحظون بأن دكتور نور، بدي أقطعك لو سمحت في تعليق وسؤال من أحد المشتركين اللي موجودين معنا، راح مرحبا. أطرحه على حضرتك ويمكنك الرد هلأ أو بتأجل الإجابة لفيما بعد. ممكن أن أجيبكم. السؤال هو كلام حضرتك صحيح جدا، لكن المناهج التعليمية بكم ضيق الوقت لا تسمح باكتشاف ذكاءات الطلاب أو القيام بأنشطة تنمي ذلك، نحتاج النظر في المناهج والأهداف الخاصة بكل مادة. هو هذا سؤال مهم جدا، سأجيب عليه عبر أمرين اثنين. مسألة قياس الذكاءات المتعددة، أنا كمدرس مثلا لدي 30 تلميذا، بإمكاني في بداية السنة الدراسية أن أجري اختبارا لكل متعلم وآنذاك سأصنفهم. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني وهو أن المناهج، من الخطير في الأمر في المجتمعات العربية أن المناهج ظلت لسنوات لا تتغير. وظيفة صحيح. المدرس هو أنه بإمكانه أن يبحث عن نقطة التقاء بين الذكاء الذي يتوفر عليه المتعلم ثم المنهج أو المعرفة التي يريد أن يوصلها للمتعلم. ليس بالضرورة أن المنهاج هي قاعدة الآن هو ثابت لا يتغير، لكن بإمكاني البحث عن نقطة التقاء بين المعرفة التي أريد إيصالها للمتعلم ثم ذكاؤه، ومن خلالها استنتج الانشطه التي يمكن ان تناسب الذكاء وتناسب هنا المعرفه التي اريد ايصالها للمدرس. ونرجو ان تتغير المناهج وتحقق ما ينبغي ان يكون مستقبلا وليس ما هو موجود حاليا، وهو يؤثر ولا يناسب، ويمكن اعتبار ما يدرس الان في المدارس العربيه بصفه عامه انها عباره عن مجموعه من اخطاء فقط تدرس لانها لن تناسب، لن تفيد المتعلم مستقبلا. ما ندرسه اليوم لن يفيد المتعلم مستقبلا في أي شيء. وأتمنى أن يمكن أن أكون أجبت على السؤال. شكرا، نكمل. شكرا. إذن انطلاقا من هذه الخارطة تلاحظون بأن الذكاء الاصطناعي أو استعماله مركز في 3 مناطق، لدينا الصين ثم لدينا الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ كمظهره في الاتحاد الأوروبي، وهنا نتحدث عن المجتمعات العربية لا وجود لها إلا أنها تنتظر الإنتاج ثم تلجأ إلى مسألة الاستهلاك السلبي. ثم سأتحدث عن عبارتين اثنتين خاصتين بالذكاء الاصطناعي، كلاهما الأولى لفلاديمير بوتين هو رئيس روسيا، ثم إيلون ماسك نتحدث عن هذه العبارات وهي مؤثرة جدا، ينبغي أن تعي الشعوب العربية ما ينتظرها مستقبلا. الذكاء الاصطناعي كتعريف هو فرع من فروع علم الحاسوب، يعمل على تكوين برامج الحاسبات وتصميمها، وذلك بالاستناد إلى تقنيات محاكاة الإنسان، بمعنى أن ما يتميز به الإنسان من تفكير وتحليل ونقد لمجموعة من البيانات لن تعود في ملكه، وإنما حولت للآلة
بغرض تأدية بعض المهام التي كانت من اختصاص الإنسان، بمعنى الاختصاصات التي كان يقوم بها الإنسان أو الوظائف التي كان يقوم بها الإنسان أصبح أو أضحى بالإمكان أن يقوم بها بديل، وهو الآلة أو الإنسان الآلي. إذا يمكن القول بأن الذكاء الاصطناعي ما هو إلا محاكاة لأساليب استخدام الذكاء البشري في ميدان محدد، وأبرز هذه المجالات الآن وأخطرها هو في المجال الحربي، أن أصبحنا نتحدث عن جندي آلي سيخوض حروبا في مجموعة من المجالات، والولايات المتحدة الأمريكية والصين تشتغل بشكل كبير في هذا المجال. وجب التنبيه إلى أن الذكاء الاصطناعي يختلف عن مفهوم الذكاء أو الذكاءات المتعددة، إذ لا يرتبط هنا بحل المشكلات أو معالجة البيانات، وإنما مبدأه الأساس يكمن في معالجة المعلومات مهما كانت طبيعتها أو حجمها أو مجالها. بمعنى تجاوز الذكاء الاصطناعي مسألة حل المشكلات أو معالجة البيانات، وإنما أنه يعمل إلى تحديد معالجة هذه المعلومات كيفما كانت في أي مجال، ثم يحدد حجمها ومجالها، ثم بعد ذلك يكون مجال التدخل. إذا وفق هذه المعطيات كلها، الذكاء الاصطناعي هو تيار اتجاه علمي وتقني يضم مجموعة من الطرائق والتقنيات والنظريات التي تسمح للاشتغال أو تأدية مجال أو عمل ما في مجال محدد بأفضل الطرق وأحسنها. ثم حينما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي أشير إلى مسألة مهمة جدا، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل انطلاقا من موقع أوبن أي إي، احنا نتحدث عن تشات جي بي تي، فهي الآن طرحت إشكالات عديدة على مستوى المجال العلمي لكونها فاقت التصورات التي جاء بها أو يمكن اعتمادها في البحث العلمي مثلا أو في الحياة بصفة عامة. حينما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي هنالك نقطة البداية، ثم نتساءل حول ما إذا كان بإمكان الآلة أن تفكر والحصول على جواب عبر اختبار ذكاء لآلة. هذا يشمل اختبار شخصين آدميين وحاسوب في فضاء مغلق، هي التجربة الأولى التي تم إخضاعها في مجال الذكاءات المتعددة أو في مجال الذكاء الاصطناعي، مع إخفاء هوية كل العناصر. وكانت نتيجة هذا الاختبار الذي أجري بين الحاسوب والإنسان أن الحاسوب تفوق على الذكاء الإنساني، فإن أي فشل بذلك يبين بأن الآلة هي الأخرى دالة لها ذكاء خاص بها، وبإمكانها أن تفوق الإنسان الذي قام هو بصناعة هذه الآلة. غير أن ما يبين أن إطلاقية النتيجة بأن نقول دائما بأن الإنسان أو الآلة دائما متفوقة يظل مرتبطا بالنسبية. عام 95,000 بداية نشأة الذكاء الاصطناعي، ثم هنالك 96,000 حينما عقد مؤتمر بكلية دارموث الأمريكية بحضور مجموعة من الأعلام، مارفن مينسكي مثلا، هاربرت سايمون، ألين لوين، الذين أكدوا على مسألة أن هنالك تغيير ينبغي أن يكون في المجال. إذا هذه التجربة الأولى التي تم القيام بها التي أكدت بأن الآلة يمكن أن تفوق ذكاء من الإنسان. تطور الذكاءات المتعددة أو الذكاء الاصطناعي مر بمجموعة من المراحل، 95,000 إجراء بحث حول لعبة الشطرنج التي قلنا ارتبط بمنافسة الإنسان للحاسوب. المرحلة الثانية كانت في منتصف الستينيات إلى منتصف السبعينيات، وتميزت هذه المرحلة بوضع إطارات لتمثيل المعلومات والخبرات التي سيتم إمدادها بالحاسوب أو للآلة. ثم المرحلة الثانية ظهور التقنيات المساهمة في نقل الذكاء الإنساني إلى برامج وخوارزميات. حينما نقول برامج وخوارزميات هي إعلان أو بداية الذكاء الاصطناعي وبناء نماذج سنتينية أو ما يسمى بالروبو الآن، للتفاعل مع عدة علوم أو مجالات اصطناعية أو مجالات صناعية في الدرجة الأولى. هذا المبيان أمامنا، تدرج الذكاء الاصطناعي، قلنا ثورة العلوم العصبية في 95,000، ثم بعدها إلى أن وصلنا إلى الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي في سنة 2020، ونتيجته أو تدرجه وحصيلته مستمرة إلى حدود الساعة. هذا التطور كله حول الذكاء الاصطناعي عرف قفزات نوعية ما تزال مستمرة إلى حدود اللحظة، وما أشرنا إليه مثلا في روبو لامدا الذي تم صناعته من جوجل، أخطر
الروبوتات الموجودة حاليا، موقع تشات جي بي تي أيضا من نتائج هذا التطور، ثم أن هذا التدرج يفسر بأن تكنولوجيا الإلكترونية الحاسوبية ومساحة التخزين أو البيك داتا هو الذي سمح ببروز أشكال جديدة من التقنيات الخوارزمية التي سمحت بإحداث ثورة علمية حقيقية. ولعل ما يمكن أن نتحدث كحصيلة هو ديب ليرنينج أو التعليم الآلي العميق الذي تم اعتماده بشكل كبير في كل المجالات، وخصوصا في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية والصين. أساسيات التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي، دكتور نور، قبل ما نكمل كمان الجزء الثاني من الذكاء الاصطناعي نوصل على أساسيات الذكاء الاصطناعي، في تعليق من إحدى المشتركات وهي طالبة ماجستير في العلوم التربوية، تقول إن اكتشفنا الذكاء الموجود عند المتعلم، لكننا المشكلة تبقى في التقييم، دائما يكون على أساس المواد التعليمية الأساسية، مما يحبط. ما ردك على هذا السؤال؟ حينما نقول أنه هنالك تقييم مثلا للمعارف، فليس بالضرورة أن تكون تقييم المعارف أن يكون جامدا، يمكن أن أكيف المعرفة قلنا مع نوع الذكاء، وهذا التكييف يمكن أيضا أن يكون تكييفا للاختبارات التي ستقدم، وإن كان هنالك فقد يقول المدرس بأن فيها عمل كبير جدا بالنسبة للمدرس، بإمكاني أن أكيف الاختبار مع نوع الذكاء. صحيح. وهي عملية سهلة. كما نشتغل الآن حينما نتحدث عن التربية الدامجة، التربية الدامجة تقوم أو فيما يخص تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، فالاختبار هنالك اختبار يقدم للمتعلم السوي بمعنى الإنسان العادي والمتعلم العادي، ونفس الاختبار يتم تكييفه ويقدم إلى متعلم في وضعية إعاقة حسب إعاقته، إذا لا يمكن أن أقدم نفس الاختبار لنفس المتعلمين، أحدهم هو تلميذ سوي أو متعلم سوي والآخر يعاني من إعاقة. يمكن أن أقوم بتكييف الاختبار مع خلال عملية تقويم أو تقييم أو المهارات والكفايات المقدمة للمتعلم، يمكن أن أعتمد إلى تكييف هذا الاختبار. صحيح، ومن المهم جدا الإضافة أو التنويع بمجالات التقويم في التقويم نفسه، ولا نكتفي فقط بمجال واحد من التقويم الذي يقيس جهة معينة من الذكاءات أو من الاستعدادات. شكرا دكتور، نكمل معك. الخطير في الأمر الآن أن أغلب الاختبارات التي نعم تقدم الآن في المستويات الإشهادية أن الاختبارات تكون معرفية، بمعنى تختبر صحيح المعرفة فقط، بينما صح يمكن أن أقيس مثلا الجانب النفسي، المهارات. الجانب صحيح الوجداني، المهارة مثلا. صحيح صحيح قد تهمني المهارة، أن يطبق المتعلم المهارة، ولا يهمني نتيجة المهارة. إذا صحيح طبق المهارة بشكل جيد مثلا، فهذا بالنسبة لي إنجاز، أنني نجحت في أن يتمكن المتعلم من هذه المهارة. ليس بالضرورة النتيجة، وإنما طريقة الوصول إلى النتيجة بحد ذاتها فهي قياس مثلا أو نتيجة. شكرا دكتور لهذا التوضيح، نكمل مع حضرتك. لا شكرا. إذا قلنا مسألة الأساسيات الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي يقوم أو مبني على مجموعة من الأسس. الأسس الأول وهو تمثيل المعرفة، بمعنى كيف يتم اكتساب المعارف واستخدامها عبر برامج وخوارزميات. الاستدلال والتحكم، وهي طريقة تقوم على محاكاة طرائق الاستدلال الإنسانية، بمعنى أن ما يقوم به الإنسان هو يقوم الحاس أو الروبو مثلا بمحاكاته وتقليده. ثم التعلم والتكيف، تحدثنا عن مفهوم التكيف الآن، أنه يكيف ما أخذه، ما تعلمه، ما تم مده به من خوارزميات وبرامج مع المحيط الذي يوجد فيه. ثم لغات التمثيل والمماثلة للتطبيق، حيث تعمل هنا اللغات التمثيلية على تطبيق نظم الذكاء الاصطناعي. وأخطر الأمور حاليا هو العنصر الثالث والرابع، فهو الذي يضاهي الإنسان بشكل كبير، كمثلا نتحدث عن روبو لامدا الآن، فهو يحس أو يعالج مواقفه انطلاقا من إحساسه، ونسبة إحساسه تقارب 70%، بمعنى أصبح أو أضحى يشابه الإنسان في إحساسه، في حديثه، في كلامه، في ردة فعله، وهو
أمر خطير جدا، لذلك قامت شركة جوجل بطرد الموظف الذي صرح بأن ما تعمل عليه جوجل حاليا في الذكاء الاصطناعي أمر خطير، أو يهدد، استعمل هذه العبارة، أنه يهدد البشرية أو يهدد الإنسان. حينما نتحدث عن مجالات الاشتغال، فلدينا الألعاب والمباريات، لدينا اللغة الطبيعية، علم الروبو، الرؤية بالحاسوب، إثبات نظريات البرمجة الآلية، هندسة المعارف وتنفيذها، هو ده مجال اشتغال الذكاء الاصطناعي. ولدينا مجموعة من الصور تؤكد بأن المجال أو الذكاء الاصطناعي غزا العالم بأسره في كل المجالات، سواء في المجال الطبي، في المجال العسكري، ثم المجال الإنساني. الآن أصبحت هنالك روبوتات خاصة بالمجال الطبي، خاصة بالعمل داخل المنزل، خاصة بالمجال العسكري، يتم اعتمادها بشكل كبير. وفي تحليل البيانات داخل أي مجال من المجالات. هنا لقد حقق الذكاء الاصطناعي العديد من الإنجازات التي وظفت في المجالات الحياتية، وهي لدينا التسويق الذكي. الآن بإمكان أي فرد أن يقوم بالتسويق، وعملية التوصيل تتم عبر روبو مثلا، معتمد الآن في مجموعة من الدول الأوروبية والأمريكية. لدينا المنازل الذكية، لدينا ما يسمى بالمدن الذكية، طائرات ذكية، طائرات بدون طيار الآن، سيارات ذاتية توجيه، ثم الإنسان أو الإنسان الآلي صوفيا، أول روبو ينال جنسية، ثم لدينا شات جي بي تي كعنصر آخر الذي أحدث قلنا مجموعة من الإشكالات في المجتمعات المتقدمة. لدينا التعلم الآلي الذاتي، يمر مجموعة من المراحل، وهي التعلم الآلي الخاضع للإشراف، بمعنى يتم إعداده وفق نموذج معين أو تصنيف معين، والخاضع غير الخاضع للإشراف، أن الخوارزميات هي التي تعمل للتوجيه. ثم الواقع الآلي المعزز، وهي تتم أو عبر السلوك، عبر مرحلة الملاحظة والتكيف، كما تعمل على استقبال الحصيلة من بيئتها، لتعمل فيما بعد على تحسين وتطوير خطواته القادمة والمستقبلية. وهنا تعلم الآلي المعزز هو العنصر الذي يتم اعتماده حاليا في جميع الروبوتات التي يتم إنتاجها أو صناعتها. ثم دكتور نور، قبل الانتقال إلى الجزء التعلم الآلي الذاتي، هل يمكن للروبو أو للآلة أن تحل مكان المعلم؟ سؤال مهم جدا. حاليا أربع مجالات يمكن للروبو أن يشتغل فيها. لدينا المجال العسكري، لدينا المجال الطبي، باستثناء مجال أغلب العلماء أكدوا بأن الروبو لا يمكن أن يشتغل في المجال الاجتماعي، بمعنى لا يحضر فيه الجانب العقلي فقط أو المنطقي، وإنما يحتاج إلى الإحساس بمن أدرس مثلا. عملية التدريس هي عملية صعبة بالنسبة للروبو، لا يمكن القيام بها لأنها تستدعي جانبين اثنين، جانب المنطقي ثم الجانب الإحساس، إحساس وضعية المتعلم مثلا، هل هو في حالة حزن أم فرح مثلا. بمعنى الحديث عن الروبو في أن يكون معلما، أظن بأنها مسألة صعبة ولا يمكن أن تتحقق، وإلا ستكون عملية تعليم عملية جافة. وحينما نتحدث عن عملية تعليم جافة، فلا يمكن أن ننتظر النتائج التي يمكن انتظارها. معرفيا قد يكون هناك تحسين جيد، لكن حينما تخاطب إنسانا غير الإنسان، فهذا سيؤثر ولو نفسيا على المتعلم واكتسابه للمهارات التي ينبغي أن يكتسبها. يفقد الشعور الإنساني اللي يملكه المعلم. بمعنى أن المجال الاجتماعي أو العلاقات الاجتماعية ستكون مغيبة، وحينما تكون هذه العلاقات الاجتماعية مغيبة، بمعنى أن عملية التعلم كلها ستكون غير ذي جدوى أو غير ذي نفع. شكرا دكتور، نكمل مع حضرتك. ثم حينما نتحدث عن الروبو الآن، بمعنى أننا نمارس عملية تعلم الآلة، تعلم الآلة فهو يكون عبر مسألة مهمة جدا، وهي أنه ينبغي لا نقارن الإنسان بالآلة، وأن نحدد أفضليته ونفعية دائما الآلة أو الإنسان على الآلة، وهذا سيحقق طبيعة الحال منافع كثيرة. تعلم الإنساني هو بطيء، لكنه في غالب الأحيان يحقق نجاعة مرجوة.
بينما تعليمه وهو أيضا يستغرق زمنا طويلا، وهو في نفس الآن يبقى هاجس النجاح والفشل حاضرا، بينما تكلفته فهي تكون مكلفة لجميع الدول بدون استثناء، بمعنى أن تستثمر في المتعلم الإنسان عملية مكلفة سواء للأسرة سواء للدولة، بضرورة أن توفر مجموعة من الأدوات من الوسائل التي تساهم في تحقق هذا الهدف. بينما تعلم الآلة استثمارها غير مكلف، لماذا؟ لأن الآلة تتسم بمجموعة من العناصر: سرعة التعلم والتطور، قدرتها التخزينية أو تخزين السحابي مقارنة بالإنسان، ثم لدينا العنصر الموالي أنها فعاليتها تكون في حينه، بمعنى حينما أبرمج حاسوبا أو آلة على مجال من المجالات فالنتيجة تكون آنية، على عكس أننا نستثمر في الآلة أو في الإنسان. ثم حينما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي نتحدث عن مجموعة من العوائق التي تواجه نجاح هذه التجربة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بدعوى أن البيانات التحليلية لا تسمح بضبط الآلة وسلوكها، مع توفر إمكانية أن يكون هنالك خلل وغياب الدقة والكفاءة. رغم ذلك يبقى الواقع التكنولوجي متحفظا، فحسب مجلة غارتنر ظلت نسبة نجاح تطبيق التكنولوجيا لا تتجاوز 80%، والجدول الآتي سيحدد لنا بعض هذه النسب ومجالات استغلالها. لدينا مثلا حينما نتحدث عن التطبيقات 75% من الأجهزة الموجودة أو أجهزة الكمبيوتر التي تتعرف على العمليات أو الأسئلة الشفهية والعمل على إجابتي أو الإجابة أو تقديم إجابتي لها. 65% من السيارات ذات القيادة الذاتية التي يمكن أن تتكيف مع ظروف الطرق وحركة المرور. ثم 80% من الحواسيب القادرة على التعرف على الوجه والتعرف على المجرمين من خلال كاميرات المراقبة. لدينا 35% من الروبوتات القادرة على اتخاذ قرارات ممكن توظيفها من قبل القوات المسلحة. ثم 65% يمكن لأجهزة الكمبيوتر أن تستثمر في الأسهم عن طريق تكيف مع السوق المالي. إذا تلاحظون انطلاقا من المجالات، لدينا المجال الإنساني مثلا التعرف على الأسئلة والإجابة، ثم المجال الذاتي الخاص بالقيادة، السيارة ذات القيادة الذاتية في علاقتها بحركة المرور، ثم التعرف على الوجوه وهي تقنية يتم اعتمادها الآن في المطارات وكتجربة اعتمدتها دولة قطر، الروبوتات القادرة على اتخاذ قرارات ممكن توظيفها من قبل بمعنى في المجال العسكري، ثم لدينا في المجال الاقتصادي والمالي. هذا الأمر يطرح تحديات أو قلنا إشكالات، من بينها أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل كبير على واقع الإنسان، لذلك سنعمد إلى المقارنة. الذكاء الإنساني فيه مجموعة، تحدثنا عن الجانب الاجتماعي، بينما الذكاء الآلي فوظيفته تظل محصورة بالمقارنة مع الإنسان. فالسمع والكلام والتفاهم والتحدث مثلا هي نفسها موجودة لدى الإنسان ولدى الآلة. تحرك، نتحدث عن إنسان آلي يتحرك وفق برمجة، بمعنى ليس حرا في تحركاته. الرؤية والنظر لدى الإنسان العادي، ثم لدينا الرؤية والتحليل والتعرف على الصور، بمعنى الرؤية مرتبطة بتحليله وتعرفه على ما هو موجود أمامه. الذكاء ينطلق من عمل الخلايا العصبية، حين نتحدث عن الإنسان أو الذكاء الآلي نتحدث عن الشبكات العصبية الإلكترونية، ثم ما يسمى بنمذجة الإدراك والتعلم، بمعنى هو مبرمج وفق معطيات ومعارف وبيانات. العمل بأسلوب حل المشكلات والخبرات المكتسبة، هنا نتحدث عن الذكاء الآلي فيما يسمى بالمعالجة الرمزية ومعالجة المعرفة، بمعنى ما يقوم به هو دائما ينبغي أن يكون موجها إما ببيانات أو بحاسوب يكون متحكما فيه. خطورة الذكاء الاصطناعي هو حاضر في كل المجالات، مجال الإسكان، في المجال التنقل مثلا، في مجال الترفيه، في مجال الأمني، في المجال الاقتصادي المالي،
ثم في المجالات الخدمات الشخصية في المنازل مثلا أو المطاعم، ثم لدينا الخدمات المهنية. إنما ينبغي استنتاجه حينما نتحدث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي يكون مركزا على ما يلي: أنه حاضر بشكل كبير في مجال الأمن، في مجال التوظيف، ثم في مجال الصحة، في مجال صنع القرارات. وبالتالي سنكون أمام فوضى الذكاء الاصطناعي الذي سيسود العالم، فوضى أقل ما يمكن القول عنها أنها اجتماعية واقتصادية. حينما نقول اجتماعية واقتصادية بمعنى أن مجموعة من الناس سيفقدون مناصبهم مقابل أن الإنسان الآلي سيحل محلها، وأن النتائج المحتمل تحقيقها لا يمكن التنبؤ بها، رغم الاهتمام الكبير بهذا الوافد الجديد من قبل الحكومات والدول الأكثر استثمارا بما يسمى بديب ليرنينج أو التحكم الآلي. الصراع الآن الموجود بين مجموعة من الدول هو صراع يقوم على من سيتولى ريادة الذكاء الاصطناعي. فبعدما كانت الولايات المتحدة الأمريكية المتحكمة في هذا الأمر، ظهرت شركات صينية منافسة، لدينا علي بابا، لدينا بايدو، ديدي، هي التي زادت من نسبة الاعتماد والانتشار القائم على الخوارزميات، ما يعني المزيد من الفوضى المؤثرة سلبا على الإنسان. وجود الذكاء الاصطناعي الآن بتطوره المضطرد وغير المتحكم فيه هو نتيجته، قد ينظر إليه نظرة إيجابية بأنه يسهل حياة الإنسان، لكنه سيؤثر سلبا عليه. ثم أن عاملين اثنين يتحكمان في تحديد مدى قابلية مهنة للتعرض لخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وهي أن الفوضى الواجب مواجهتها في تلك المهنة، بمعنى أن عدد من المهام أو السيناريوهات التي تستلزم على العامل سيرها بشكل فردي أو احتمالية التبديلات الممكنة وتنوع المهارات الموظف، بمعنى أن الإنسان هنا مهنته أضحت في خبر كان. لماذا؟ لأن الروبو سيقوم بها أو بأجود منها استنادا إلى سيناريوهات يتم اعتمادها أو برمجتها وفقه. الاستجابة النموذجية اللازمة للقيام بالعمل بكل كفاءة وإتقان، هذا عامل يمكن أن يميل إلى الجانب الخاص بالذكاء الاصطناعي على حساب الإنسان. ثم يمكننا، أضفنا معيارا، كل الدراسات تشير إلى العاملين الأولين، نضيف معيارا آخر وهو معيار المرونة، بمعنى قد يكون الإنسان الآلي مبرمج أن إذا حدث هذا الأمر فنتيجته أو فعله هو هذا الأمر، بمعنى غياب ما يسمى بالمرونة. أما الإنسان فهو يستحضر هذا العنصر في الموقف الذي يكون فيه، وهو مرتبط بالدماغ البشري الذي يسهل عملية اتخاذ القرارات وفق الوضعيات والمعلومات التي يكون فيها، بينما الذكاء الآلي كما أشرنا يقوم على نسبة تحليل البيانات المتوفرة والتي تسمح له باتخاذ القرار المناسب. نهاية البداية وبداية النهاية، كما أشرنا فلاديمير بوتين يقول في خطاب وجهه في سبتمبر 17 و2000: celui qui deviendra leader en ce domaine sera le maître du monde، بمعنى أن الذي سيكون القائد في مجال الذكاء الاصطناعي هو الذي سيكون قائد العالم، بمعنى يتحدث هنا عن الذكاء الاصطناعي ومكانته وقيمته مستقبلا. هذا الخطاب تم ذكره 17 و2000، يعني أن منذ تلك المدة وهنالك إحساس بأن الذكاء الصناعي هو الذي سيكون المعيار للريادة والقوة. بعدها ب3 أيام إيلون ماسك قال: La lutte entre nations pour la supériorité en matière d'intelligence artificielle causera probablement la troisième guerre mondiale. يقول بأن الصراع الموجود الآن حاليا بين من ستكون له الأفضلية في مجال الذكاء الاصطناعي قد تسبب ما يطلق عليه، ما لا نرجوه بطبيعة الحال، بالحرب العالمية الثالثة. وفي الختام أشكركم جزيل الشكر على الاستماع، ومرحب بملاحظاتكم وبأسئلتكم. شكرا دكتور نور أرطي على هذه المحاضرة الأكثر من شيقة. أولا أطلب من حضرتكم فتح الكاميرا لنتعرف على حضرتك وجها بوجه. ثانيا أرحب بكل من الدكتورة سناء حلوي معنا، وهي دكتورة أيضا في مجال التربية في لبنان،
والعديد من التربويين الموجودين في هذه المحاضرة، ولكن نحن بانتظار التعرف على حضرتك دكتور وفتح الكاميرا لو سمحت. سأفعل ما تقني. وأترك الملاحظات إذا كان هناك من أي تعليق من السادة المشاركين أو أي سؤال، سأفتح لهم الكاميرا للسؤال مباشرة للدكتور نور. هل من أسئلة؟ هل من تعليقات؟ بدي أتمنى من كل اللي موجودين معنا ما يفلوا، لأنه نحن رح نحط رابط اللي هو أنتوا بدكم تعبوه لتاخذوا الشهادة. وفق هيدا الرابط في استمارة وجب تعبئتها، وعلى أساس هيدي الاستمارة بتحصلوا على شهادة مشاركة. أنا عم حطه مباشرة للكل اللي موجودين بالإنبوكس، بتفوتوا عليه وهو فورم بيتعبى، وبعدين تحصلوا على شهادة المشاركة بعد فترة من الوقت. في حدا عنده أي سؤال؟ في أي سؤال؟ بونسوار. بونسوار، أهلا دكتورة سنة، تفضلي. أول شيء مساء الخير، إن شاء الله تكونوا الكل بألف خير وصحة. أنا بعتذر مش عم بفتح الكاميرا لأنه الإنترنت كتير ضعيف عندنا، فإذا فتحته بخف ما أكيد أكيد. يعطيكم ألف عافية. يعطيكي ألف عافية عزيزتي دكتور هنا. دكتور نور، شكراً على هالمحاضرة المهمة. الصراحة تشعبت كتير، يعني ما بين التربية وما بين الذكاء المتعدد. صرنا منحس إنه اللي مطلوب من الأستاذ كتير 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 كبير بالوقت اللي متروك هو لوحده بمجال التعليم. شو اقتراحاتك إذا ممكن تقدم اقتراحات ل يعني نسهل المهمة على الأستاذ، وكأنه الأستاذ صار بده يحمل كتير إشياء، بده تحضير كتير قبل ما يفوت يتعامل مع الطلاب. هيدا الشيء يعني اللي كتير لفتني وبحب أسمع رأيك فيه من بعد إذنك، ويعطيك ألف عافية. وبالمناسبة بدي أقول الحمد لله على السلامة للكل من بعد اللي صار، يا رب تكون خلصت، لأنه بعدنا بالشمال نحنا في ارتدادات لحد هلا. يعطيكم ألف عافية. شكراً، الحمد لله على سلامتكم وعلى سلامة كل الأشخاص بالدول العربية اللي خضعوا لهالهزة الأرضية البشعة، ولكن هيدا أمر الله، يعني ما فينا نغير شيء غير نقبل باللي صار. صحيح، الحمد لله. في سؤال تاني. شكراً دكتورة سنة. قبل الإجابة دكتور نور أرطيع، في سؤال كمان موجود معنا على الإنبوكس. ما مدى تأثير التطور المتسارع على اليد العاملة من مدرسين أو موظفين؟ أعتقد أنها ستلغي الإنسان برغم مهاراته وذكائه. هذا إحدى الموجودات كمان على هذا السؤال. صاروا سؤالين. في حدا بعد؟ بدي أتشكر كمان محلل النفسية أستاذة أمال مخول معنا من لبنان، وكل اللي موجودين، دكتورة بارعة الأحمر صحفية ومحللة سياسية، من طلاب الماجستير والعلوم التربوية الموجودين. حدا في كمان بعد يسأل أي سؤال قبل ما نقول شكراً لدكتور نور ويجاوب فرد مرة على سلة الأسئلة مرة واحدة؟ في حدا عنده بعد أي سؤال؟ أظن سأجيب على الأسئلة الأولى ثم بعد ذلك إن كان هناك سؤال. تفضل. أولاً، حينما نتحدث عن مسألة التدريس، فأبسط ما يمكن أن نقول بأنها عملية معقدة. لماذا؟ لأن نخاطب إنساناً، وهذا الإنسان فيه تحضر فيه مجموعة من الجوانب: الجانب المعرفي، الجانب الأخلاقي، الجانب القيمي، الجانب الديني، الجانب النفسي الوجداني، الجانب العاطفي. إذن كل هذه الأمور يسهل أن نتحدث عنها هذا بشكل عشوائي، لكن حينما تكون مقننة داخل فضاء محدد فهي عملية معقدة جدا. لكي أخاطب ينبغي أن أفهم من أخاطب، ينبغي أن أعرف من أخاطب.
أغلب المدرسين هو يكون وافداً، يدخل القسم يخاطب كائنات موجودة أمامه ولا يعرف من يخاطب. قد يكون لدي متعلم داخل الفصل يعاني من مشكلة، مثلاً يعاني من مرض ولا أعرفه، وأطلب منه مثلاً أن أتحدث عن ظاهرة من الظواهر، هل يمكن أن يكتسب هذه المعرفة كما هي؟ أظن بأنه لا، لأنني لا أعرف شخصيته مثلاً. يمكن من الظواهر التي صادف أحد المدرسين قال بأن وكان هناك اثنان أو ثلاث فقدوا الأم، بدأوا بالبكاء في تلك اللحظة، يتحدث عن أهمية الأم، وظيفة الأم مثلا، قيمتها ومكانتها. ولو كان يعرف بأن هؤلاء مثلا فقدوا أمهم كان سيحير أو سيغير الموضوع أو سيعالجه من منظور آخر. بمعنى معرفة من أدرس هو الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن تقوم العملية على التبسيط، ما أدرسه لا ينبغي أن يكون مادة جافة جامدة، وإنما أجعلها وفق قوالب تناسب الذي أدرسه، زائد الاختبارات التي تقدم. المعرفة كلها ليست ما يدرس، ليس بالضرورة أن تكون علامته رقمية بأن التلميذ الفلاني حصل على 20 بمعنى أنه جيد أو حصل على ما دون فهو سيء. المدرسة الآن أو تقييم المعارف لا تقوم على النسب الرقمية، لا نقوم على اختبار المعارف، هذا زمن ولى ولا ينبغي اعتماده حاليا. لذلك النصيحة الأولى ليس بأن المدرس كل الأعين متجهة إلى المدرس بمعنى أنه هو محور النجاح. محور النجاح في العملية التعليمية بأسرها هو أن تكون معرفة مناسبة مستقاة من محيط المتعلم، بمعنى لا ينبغي أن تكون معرفة وافدة في أو خارج محيطه. أستغرب مثلا نحن في المغرب تلميذ في السنة مثلا في السنة الأولى بكالوريا، في البكالوريا يدرس الآن الحرب العالمية الأولى مثلا والحرب العالمية الثانية، ما فائدة هذا الأمر كله على المتعلم؟ ماذا ستفيده؟ فيما ستنفعه مستقبلا؟ إذن هنالك مجموعة من الأمور ينبغي أن تغير في حينه وليس أن ننتظر لسنوات عديدة. وأظن نفس الأمر ينطبق على مجموعة من المقررات الموجودة في المجتمعات العربية. أن تكون لدينا معرفة مستقبلية تفيد المتعلم مستقبلا، أن نفهم المتعلم بشكل جيد، أن تكون ما يسمى بالتواصل الفعال، أن أتواصل ليس من منظور أنني مدرس، وإنما أنا إنسان أخاطب إنسانا آنذاك. كل العوائق الموجودة ستزول وتكون العملية التعليمية عملية تواصلية جيدة، يحقق كل واحد الهدف الذي يريده. السؤال الآخر كان على ما أظن مرتبط بإنسان وفق الذكاء الاصطناعي مهدد، ومن الجانب الاجتماعي مهدد، الجانب الاقتصادي مهدد. لماذا؟ لأن أغلب الشركات الآن بدأت في تسريح، جوجل نفسها الآن صرحت ما يقارب 18 ألف موظف، وهذا أمر خطير جدا. بمعنى الجانب الاجتماعي سيكون مؤثرا، الجانب الاقتصادي هو الآخر، لكن يبقى حدود نجاح الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الإنساني إن أردنا أن نعبر بأنه سيظل قائما في العلاقات أو في المجالات القائمة على العلاقات الاجتماعية كتدريس مثلا، مجال لا أظن بأنه سيتأثر بشكل كبير بالمقارنة مع المجالات الأخرى، المجالات العسكرية، المجالات الاقتصادية. فأظن بأن الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل كبير. وأرجو أن دكتور، تطرق تقديم. سؤال آخر، هل الذكاء الاصطناعي سيفتح المجال أمام وظائف جديدة لن نعتاد عليها قبلا؟ أكيد أكيد، حينما نتحدث عن المجال الاصطناعي بمعنى أن هنالك تغيير جديد على المجتمع بأكمله، بمعنى وظائف كانت موجودة لن يعود لها وجود، وظائف غير موجودة سيكون لها وجود. واستحضر مثلا عبارة لأحد رؤساء مركز الاقتصاد الدولي حينما قال أن من هم يوجدون في السلك الابتدائي الآن سيلجون وظائف غير موجودة في الزمن الحالي. وهنا طرح مسألة، هل المعارف التي نقدمها في المدارس العمومية أو في مدارس
الآن هل نقدم لهم معارف ومهارات وكفايات تساعدهم للاندماج في تلك الوظائف المستقبلية، أم سيلزون هذه الوظائف بالمعارف الموجودة حالياً؟ بمعنى هو إعلان صريح بأن مجموعة من الوظائف ستكون في خبركان ووظائف أخرى ستعلن مستقبلاً. هل أنواع من الذكاءات التي ذكرناها في بداية الدورة لن يكون لها حظاً مع الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي، خصوصاً أن بمعظمه هو رياضي ولوجيك أكثر من اللغة والاجتماع؟ حينما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي نتحدث عن برامج وخوارزمية. صحيح. بمعنى تلك الجوانب. فأنا إذا كان عندي ذكاء لغوي مثلاً ولا أملك ذكاء آخر، فأنا أصبح أن لدي شعور بالفشل، لأنني لا يمكن أن ألاحق هذه التطورات التي ستحصل ضمن الذكاء الاصطناعي. حينما تحدثنا عن الذكاء أشرنا إلى مسألة مهمة جداً، وهي أي ذكاء كيفما كان لدى الشخص يمكن تنميته. صحيح. بمعنى هذا ليس إلغاء للذكاء، بمعنى إذا كنت مثلاً تميز بذكاء لغوي فما دونه لا يمكن أقول بأنني غير متمتع بهذا الذكاء. إذن هنالك ترتيب فقط لهذه الذكاءات، وهنالك بحث أشتغل عليه، وهو أنني أقيس الذكاءات المتعددة للأشخاص في وضعية إعاقة. هنالك من يقول بأن الشخص الذي في وضعية إعاقة ذكاؤه قلنا منخفض. الدراسة إلى حدود ساعة كل طفل في وضعية إعاقة وكل متعلم في وضعية إعاقة ذكاءاته مشابهة للذكاء الإنساني العادي والسوي رغم وجود اختلافات. صحيح. الإعاقة ربما هي إعاقة حركية أو إعاقة في عضو في الجسم، ولكن ليست إعاقة في الذكاء والتفكير والمنطق. صحيح. ولكن إنسان عادي طبيعي ليس لديه إعاقة، ولكن ذكاءه فني مثلاً أم ذكاءه لغوي فقط، هو بحاجة إلى أن يتعب أكثر من غيره ليحقق التطور في الذكاءات الأخرى اللي هي الرياضية واللوجيك وغيرها. صح؟ إذن كل أي إنسان كيفما كان جميع الذكاءات يمكن أن ينميها وأن يطورها وأن تكون على قدر نفس المستوى إن كان الأمر صعبا، لكن ينمي، يرى مثلا أنه لديه ضعف مثلا في الذكاء المنطقي الرياضي ينميه عبر توفير مجموعة من الوسائل والاستراتيجيات التي ذكرناها، وأن ذاك سيكون مستواه جيد مثلا في ذلك المجال. ثم مسألة مهمة، لا ينبغي أن يفهم بأن مثلا التلميذ أو المتعلم مثلا الذي يكون ذكاؤه اللغوي مثلا بمعنى محصور في مجالات أو في المواد التي يتم استعمال اللغة بشكل كبير، قد يكون ذكاؤه لغويا ويكون في مثلا الجانب الرياضي جيدا. لماذا؟ لأنه تلك اللغة تلك أو ذلك الذكاء يساعده في أن يتوفق في ذلك المجال. صحيح. لا يمكن حصرها، وإنما الاستراتيجيات فقط هي التي أو الأنشطة التي ذكرناها هي التي تساعده في أن يطور ذلك الذكاء على حسب الآخر. أظن أن المهمة الأساسية هي مهمة تطوير المناهج وتطوير استراتيجيات التعليم في المدارس وحتى استراتيجيات التربية في المنازل، لكي تصبح أكثر شبيهة بالتطورات الحاصلة في العصر، لأن التربية ليست معزولة عن كل هذه التطورات. وإذا بقينا في العالم العربي نعمل في المناهج السابقة التي نحن نعلم بها منذ 20 سنة أو أكثر، فهذه هي المشكلة بحد ذاتها. فوجب حملة تطوير للمناهج وللأساليب وللمعلمين وللتربويين ككل. مسألة حينما نتحدث، مهما استحضرنا جميع النظريات الموجودة، جميع البيداغوجيات، جميع الوسائل الحديثة المتطورة، مهما كانت متوافرة والمناهج هي على عهدها وعلى جمودها، فلا يمكن أن نحقق أي نتيجة كيفما كانت. مسألة مهمة أخرى، وهي بأي نظام سنشتغل؟
المناهج قديمة والوسائل متطورة. هذا الأمر نفسه يخلق قلقا بيداغوجيا كما سمى أحد الفلاسفة بالنسبة للمتعلم والمدرس، بمعنى أن نقطة الانطلاق الأولى، نقطة الإصلاح الأولى، هي أن تكون لدينا مناهج جديدة تستحضر وتستشرف المستقبل، وليس أن تعود إلى زمن الماضي، وإنما تستشرف المستقبل. هذا عنصر أول. ثم هذه المناهج ينبغي أن تبنى وفق عنصرين اثنين: ما نحتاجه مستقبلا، ثم طبيعة المتعلم ومحيطه الاجتماعي والاقتصادي. هذان عنصران اثنان، وحينما نغير المناهج وفق هذه المعطيات فنكون بدرجة آنية، سنغير بدرجة أوتوماتيكية مباشرة، غيرنا المدرس ثم غيرنا المتعلم والمجتمع. بمعنى أن المدرس ينبغي أن يشتغل وفق النظام الجديد وهو المناهج الجديدة، سيحتاج إلى تطوير معارفه، طرائقه البيداغوجية، أنشطته التي يمارس داخل القسم. لماذا؟ لأن المعارف لم تعد كما كانت سابقا. هنالك الآن من يدرس فقط بالتجربة، تجربته 30 عاما، المقرر الدراسي كله في ذهنه، عملية أصبحت آلية، أصبح آليا. وإنما لو غيرنا هذه المناهج سيكون هو باب الأول للإصلاح التربوي، وما دون ذلك فليس إصلاحا. دكتور، ربما قد أجبنا على هذا السؤال، ولكن علي أن أنقل الأمانة كما هي. هناك تعليق: لكن بالرغم من تطور التكنولوجيات الذكية، يبقى أساس التربية على الإنسانية البشرية والحساسية العاطفية والاجتماعية، لا يمكن أن يعوضها الذكاء الاصطناعي، فكيف تنمي شخصية المواطن لمواجهة رهانات المستقبل؟ هذا السؤال أصرنا فيه الجزء الأول، أصرنا بأنه الذكاء الاصطناعي لن يلج مجال التعليم بشكل كبير. أصرنا إلى مسألة أن المناهج التي تجعل المتعلم يحس بأن هنالك ما يهدد وجوده، ما يهدد مصيره كإنسان من حيث الوظائف، من حيث وجوده كفرد داخل المجتمع، فهذا سيجعله يحس بأن عليه أن يشتغل، عليه أن يجتهد من أجل نفسه ومن أجل المجتمع الذي يوجد فيه. سؤال آخر: هل نحتاج تطوير الذكاء الإنساني؟ الذكاء الإنساني دائما موجود، إذا لم تطوره المدرسة فالمؤسسة الأسرية مثلا موجودة، إذا لم تطوره المؤسسة الأسرية فالمؤسسة الإعلامية موجودة. دائما تطوير الذكاء الإنساني دائما يشتغل، ودليل على ذلك أن ما وصل إليه الذكاء الاصطناعي الآن هو نتيجة الذكاء الإنساني. بمعنى دائما الذكاء الإنساني في تطور، في اشتغال، يبقى هذا الاشتغال محصورا على فضاء، على دولة من الدول، لكن هو دائما في تطور واشتغال. العيب هو أن يكون هذا الاستهلاك المفرط دون أي إنتاج، هو ده الخطر. أوكي. سؤال آخر: هناك طفرة ذكاء في الجيل الجديد، ولو يتم توجيه وتسمين هذا الذكاء ممكن أن يصبح طاقة مدمرة وليس طاقة خلاقة. حينما نتحدث عن التوجيه والتثمين، هنالك من طفل صغير الآن، سأقدم نموذج. طفل صغير الآن يعرف كيف يشغل هاتفا وحاسوبا، كيف يلج مجموعة من المواقع الآن. بمعنى وجود هذا الإحساس بمكانة وقيمة الجانب التكنولوجي لدى الأفراد هو موجود، لكن توجيهه قلنا هو دور لا يمكن للمتعلم أو للطفل أن يوجه نفسه بنفسه، وإنما يوجهه بناء انطلاقا من المدرس مثلا، انطلاقا من الأب أو الأم، انطلاقا من الأخ مثلا أو الأقران. هذا التوجيه قلنا ينبغي أن يكون توجيها عقلانيا مفيدا، أن يكون الطفل مثلا يستعمل الهاتف ليس هو الغرض، لكن لأي غرض، لأي هدف يستعمله، ما الفائدة التي ستعود عليه وعلى الأسرة وعلى المدرس في استعماله لهذا العنصر. أوكي. أحد التعليقات باللغة الإنجليزية سأقرأه لحضرتك. In my opinion, I see that the best way to
develop artificial intelligence is to develop the educational approach in the primary stage and the curriculum so that it accepts the requirements of modernity and innovation. هو نفس الأمر الذي أشرنا إليه بمعنى أن المقاربة التربوية دائما هي التي ينبغي أن تكون المنطلق. مثلا حينما نتحدث عن المستوى الابتدائي سأخذ نموذج فنلندا مثلا، ليس أي شخص يمكن أن يدرس في السلك الابتدائي، ينبغي أن يكون حاصلا على شهادة الماستر زائد سنتين من التكوين. لماذا؟ لأنه موجه لفئة هي التي ستشكل عماد المستقبل، هي التي ستخطط، هي التي ستصنع جيلا جديدا، ستصنع مستقبلا جديدا. بمعنى كل إصلاح كيفما كان ينطلق من المؤسسة التعليمية، ينطلق من المناهج، وليس بالضرورة أن يكون هناك تطوير للذكاء الاصطناعي. حينما نطور من الذكاء الإنساني يمكن أن نطور أي شيء كيفما كان، وهذا التطوير قلنا ينطلق من المؤسسة التعليمية. تعليق من دكتور صبري المدهون، نشكره على المتابعة معنا. ونحن في عصر سريع التغير، لابد للإنسان أن يواكب كل جديد يطرأ ويتعاطى معه وليس فقط يتأقلم معه. هو عصر سريع، قاعدة لا يمكن الخروج عنها، هذا الجزء الأول. ثم أن يواكب الإنسان، سأطرح سؤال: بأي وسائل وبأي أدوات سيواجه هذا العصر الجديد؟ بمعنى الذي لا يتوفر على قاعدة أو على خلفية أو على أسلحة لمواجهة هذا التغير فإنه سيكون ضحية فقط. كأن نستعمل الهاتف الآن، هنالك من يصنع برمجيات انطلاقا من الهاتف، وهنالك من يستعمله فقط للتسلية واللعب. بمعنى الذي يواكب التغير السريع دون أدوات وسائل تسمح له بهذه المواجهة فأظن بأنه سيكون ضحية. بمعنى أن التغير الذي يعرفه العالم الآن في مجتمعات لا تدعم الأشخاص بوسائل وطرق وتقنيات للاستفادة عوض أن يكون ضحية، فأظن بأن المجتمع بأكمله سيكون متأثرا لا إيجابا وإنما سلبا بالحديث عن مجموعة من الضحايا. ولكم في مجموعة من البرمجيات التي يتم استعمالها في واقعنا اليوم يتم استثمارها بشكل سيء جدا عوض أن تكون مفيدة للمجتمع وللإنسان بذاته. دكتور نور أرطي، تشرفنا بهذه المحاضرة أكثر من قيمة، وهذه تقريبا ساعتان من الوقت فيها الكثير من التربية والتكنولوجيا والكثير الكثير من المعلومات القيمة الجديدة. شكراً لكم. كلمة أخيرة قبل أن ننهي هذه الدورة إلى اليوم. الكلمة الأخيرة وأتمنى تكون أخيرة، وهي أولاً شكر لكم وللمركز الديمقراطي العربي دكتور عمار، شكر للدكتور هنا، قلنا سأسميها سيدة التواصل الفعال بامتياز. ثم لدينا الدكتور كريم أيضاً، الشكر الجزيل لجميع الحاضرين على تفاعلهم الذي كان أكثر من رائع، وأتمنى أن نلتقي في مناسبات قادمة إن شاء الله. شكراً لك دكتور نور أرطي، كنت معنا من المغرب والرباط. شكراً جزيلاً أيضاً لكل المشاركين الذين اختاروا هذه الدورة وحضروا معنا إلى النهاية. أرجو منكم إملاء اللينك الخاص لتحصلوا على شهادة المشاركة، وهو موجود على الانبوكس للجميع. شكراً أيضاً لدكتور كريم عايش الذي يواكبنا دائماً منذ بداية الدورة حتى النهاية. شكراً لكل القيمين على المركز الديمقراطي العربي، وإلى اللقاء السنة المقبل دورة جديدة. كنوا معنا، مساء الخير.